خلال الساعات اللي فاتت في موضوع أثار الكثير من التعليقات وعلامات الاستفهام بعد قرار جماعة الإخوان المسلمين اللي نشرت الأخبار عنه حصرياً بتقول بأنه الجماعة تحل المكتب الإداري لها في تركيا وتؤجل الانتخابات. الخبر أمام حضراتكم على الشاشة يقول حصري على عربي 21: الإخوان تحل المكتب الإداري بتركيا وتؤجل الانتخابات. في تفاصيل هذا الخبر سريعا تقول مصادر متطابقة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية إن الهيئة الإدارية العليا التي يترأسها القائم بأعمال المرشد العام إبراهيم منير أصدرت مؤخرا مجموعة من القرارات الجديدة تمثلت في حل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا وحل مجلس شورى القطر بتركيا مع تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراءها خلال شهر يوليو الجاري لمدة 6 شهور. وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لعربي 21 إنه منير كان مستاء إلى حد ما من قصور أداء المكتب الإداري للإخوان في تركيا ومن أداء مجلس شورى القطر بتركيا خلال الفترة الماضية، خاصة إن بعض المسؤولين بهما كانوا يصرون على تعطيل أو عرقلة ملفات بعينها مثل ملف لم شمل الجماعة وتوسيع عضوية مجلس الشورى العام وإعادة تشكيل اللجان المركزية في الجماعة وغيرها من الاعتراضات الأخرى. في حين أشارت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها إلى أن الهيئة الإدارية العليا للجماعة لم تقم حتى الآن بتسمية التشكيل الجديد للمكتب الإداري للإخوان المسلمين في تركيا أو لمجلس شورى القطر بتركيا، متوقعة أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، وإن كان من المحتمل أن تحدث ثمة خلافات بشأنه. الخبر المنشور كان بيذكر بخبر آخر اتنشر في شهر سبتمبر 2020 مفاده بيقول إخوان مصر تشكل لجنة لإدارة الجماعة وتلغي منصب الأمين العام. ده كان في سبتمبر 2020، لو تفتكرهم أهو إخوان مصر تشكل لجنة لإدارة الجماعة وتلغي منصب الأمين العام واللي كان بيشغله الأستاذ محمود حسين. اللجنة الجديدة برئاسة المسؤول الأول في الجماعة إبراهيم منير وعضوية محمود حسين الأمين العام السابق وقيادات أخرى، إلغاء الأمانة العامة لمكتب الإرشاد أعلى هيئة تنظيمية يعد سابقة بتاريخ الجماعة ويأتي في ظل عدم وجود مكتب داخل مصر حاليا. للتعقيب والتعليق ومحاولة فهم هذا القرار ينضم إلينا عبر سكايب الدكتور أحمد رامي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. دكتور أحمد مرحبا بحضرتك. بالجميع جميع المصريين وبالوجه عام وبالإخوان المسلمين على وجه الخصوص بمناسبة الموضوع الذي سنتحدث فيه. أهلا بحضرتك فندم، وأنت كنت من المرحبين بهذا القرار. أولا ليه مرحب بالقرار ده، ولو تشرح لنا خاصة أنه قرار بحل المكتب الإداري للإخوان المسلمين المصريين في تركيا؟ يعني خليني حضرتك بس يعني مرحب أو مش مرحب ديت خليها الأمور نشرح اللي حصل والناس تحدد يعني تكون رأيها من غير ما يبقى فيه تقدير مسبق لموقفي من القرار. تمام. اللي حصل ان منذ عام كان الاستاذ ابراهيم منير بعد القاء القبض على الدكتور محمود عزت كان اصدر قرار بتشكيل لجنه اداريه لتسد بعض الثغرات، واللجنه الاداريه ديت وكل بها عده ملفات منها ملف لم شمل الجماعه بعد الانشقاقات التي حدثت في الفترة الماضية وتحسين المناخ جوه التنظيم وملفات أخرى. الوقت مر والإنجاز ضعيف بتاع اللجنة. ما لا يعلمه البعض أن من 3 أشهر تم توسعة هذه اللجنة باختيارات من مجلس الشورى من أعضاء مجلس الشورى اللي متاح أن هم يجتمعوا وياخدوا قرارات. فالتوسعة دي لم تتم مجلس شورى القطر ولا مجلس الشورى العام؟ العام، مجلس الشورى العام رشح أعضاء تم إضافتهم للجنة اللي عينها أستاذ إبراهيم منير، وهذه اللجنة لها صلاحيات واسعة بحيث تسد غياب مكتب الإرشاد، فهي بمثابة يعني لها صلاحيات مكتب الإرشاد. هذه اللجنة مهم جدا ان احنا نعرف ان هي اللي اصدرت القرار الاخير او القرارات الاخيره وليس
الاستاذ ابراهيم منير منفرد، بس يما اللجنة دي القرار صحيح. بيرأسها الأستاذ إبراهيم منير، مش كده؟ نعم، تمام. هو اللي حصل ان التطورات على مدار السنه الماضيه الاستاذ ابراهيم منير عرضها على اللجنه اللي هو اعضائها مش هو مختارهم، ولكن مجلس الشورى العام هو اللي مختارهم، ورأوا ان هم ياخذوا سلسله القرارات التي اتخذت واعلن عنها كما اشرت حضرتك. ويمكن حضرتك في المقدمه كنت بتقرأ من خبر كان بيتوقع ان تحصل بعض الخلافات او ما الى ذلك. صحيح. انا بنطمن جموع الاخوان وبنطمن المهتمين بشؤون الاخوان ان كان مجلس الشورى منعقد اليوم، مجلس الشورى القطر بتاع تركيا، وتم تلاوه القرارات عليه، واقر المكتب الاداري اقر بسريان القرارات، وان هو من ضمن القرارات على فكره ان هو سيتم خلال اسبوع تسليم شؤون اداره القطر للجنه. ومهم جدا ان احنا نوضح عده نقاط. النقطة الأولى إن لائحيا المكتب الإداري الحالي انتهت فترته من سنة، فبالتالي هو خارج الإطار بتاع اللائحة أيضا. واللي حصل ليس تعيين مكتب بدلا منه، ولكن تعيين لجنة لإدارة الانتخابات. وأظن إن جميع الأعراف في كل سواء في التنظيمات أو في الدول بيبقى في درجة أعلى من الاطمئنان لما هيئة مؤقتة تدير العملية الانتخابية، خاصة إن هناك شرط في هذه الهيئة ألا يترشح منها أحد. فدوت أدعى ل يعني أنا دوت أدعى لسلامة الصدور طب ول هل حضرتك في حل بذكر بعض أسماء هذه الهيئة أو اللجنة؟ لم تعلن الأسماء، لكن أعلن الشرط إن هو لن يترشح منها أحد في الانتخابات القادمة. اللجنة ديت مكلفة بعدة أمور، مكلفة بإجراء الانتخابات في مدة أقصاها 6 شهور، تحسين المناخ، طبعا اللجنة دي تخص تركيا فقط، تحسين المناخ داخل التنظيم، وإعادة الإيه هيكلة بعض الإيه الأنشطة، حلو. أو أيضا ملف المصالحات بين الإخوان. يعني اللجنة دي كمان هتشرف على إجراء الانتخابات وعلى إتمام فقط. المصالحة داخل نعم، الجماعة. مدتها 6 شهور فقط، وهي لجنة مؤقتة لإجراء الانتخابات. طيب متى سيتم الإعلان عن أشخاص هذه الهيئة أو اللجنة؟ هي اللجنة ديت وفقا للقرار من المفترض انها تتسلم مهامها خلال اسبوع، الاسبوع عدى منه يوم. طيب الانتخابات اللي هتجرى دي دكتور أحمد هتبقى على مستوى الجماعة ولا على مستوى برضو القطر التركي أو الموجودة في كويس، تركيا؟ يعني المهم نوضح ان قرار حل مجلس الشورى هو مش برضه لازم نوضح ان هو مدته انتهت من الاصل. مجلس الشورى بتاع تركيا مدته انتهت من سنه ايضا. والسؤال بتاع حضرتك في هذا المهم نوضح ايضا ان قرار الحل يشمل شورى القطر، في حين ان التشكيلات الاداريه الاقل من ذلك في مجالس الشورى الخاصه بها ما زالت كما هي. لا، قرار الحل ماشي، لكن الانتخابات دي هتجرى على مستوى اللجنة في تركيا ولا على مستوى جماعة الإخوان عموما؟ لا، على مستوى تركيا فقط. تركيا فقط. نعم. طيب هل الموضوع علاقة بالحديث حول التقارب المصري التركي ورحيل جماعة الإخوان عن تركيا أو بعض قيادات الجماعة عن تركيا؟ لا يوجد أي مؤشرات لذلك ولا أنباء عن ذلك داخل التنظيم في هذا الصدد. مفيش مؤشرات، بس في بعض المواقع اتكلمت عن ده، يعني حاولت تربط والله بشكل أو بآخر بين الاثنين. حضرتك المواقع التي أشارت لذلك هي مواقع إماراتية بالأساس، وممكن من الممكن إن هي دي تكون طلبات أو رغبات أو أمنيات التحالف اللي هي الإمارات عضو بارز فيه، اللي هم على حلفاء عبد الفتاح السيسي. طيب خليني بقى أسألك حول رؤيتك الشخصية في الأمر، يعني أو تعليقك في الأمر من وجهة نظر مستقلة. هل أنت شايف أن الإجراءات دي هي خطوات فعلا في الاتجاه السليم؟ وهل من خلال رؤيتك للمشهد وأشخاص هذه اللجنة أنت تستبشر بأن هذا سيؤدي بالفعل لانتخابات حقيقية وإلى تغيير حقيقي في دماء الجماعة؟ خلينا ايه نتكلم بوضوح وشفافيه سواء مع الاخوان او مع المهتمين بما يدل الاخوان.
في حاله من الاحتقان موجوده وحاله من عدم الرضا، مع تقديرنا لكل الجهود التي بذلت من المكتب الاداري في تركيا، لكن في حاله من عدم الرضا. ده الواقع بغض النظر الكلام ده مبررته ايه واسبابه ايه والى اي مدى المكتب الاداري مسؤول ام لا، لكن ده اصبح واقع. فاحنا بحاجه الى ان نوفر للانتخابات القادمه اقصى درجه من درجات السلامه، واقصى درجه من درجات من اتباع الاجراءات التي تعالج الاثار السلبيه ديت، لان احد المشروعات اللي بتنشا بها المؤسسات مشروعيه الاختيار، ان الناس تستشعر ان المؤسسات اللي جايه ديت نابعه عن اختياراتها. نعم. فلما من احد الاسباب اللي تؤدي لذلك ان الجهه اللي تجري الانتخابات ما تكونش طرف في الانتخابات. فلما يتم تعيين لجنه يبقى مهمتها اداره الانتخابات بشرط ان هي لا تترشح، فدوت ادعى للثقه في العمليه الانتخابيه، مما لو تم اجراءها في ظل وجود المكتب الاداري اللي احنا بنقدره ونحترمه والذي مر على انتهاء مدته اكثر من عام، لكن من المصلحة العامة أن تجرى الانتخابات في ظل وجود لجنة لم تترشح في الانتخابات. وحضرتك أكدت إنه مفيش رفض داخلي لهذه الإجراءات داخل المكتب الإداري، وفي تقبل ومفيش أي مشاكل في تنفيذ هذه القرارات. الصورة وفق معلوماتي انعقد اليوم وأصدر بيان عن هذا الاجتماع، قال إن تم إبداء بعض الملاحظات وإنه أقر بالإيه وإن هو تم رفعها للجهات الأعلى، إلا إنه هو أقر بصريان القرار. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد رامي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، كنت معنا عبر سكايب لهذه التوضيحات الهامة، شكرا جزيلا.